ليس عرفت بروجة عاصمة بالله زيد كمل. في درجة بحط صار في قد شمشم بقيت كنظور نقلب على باش نطلب منك السماح وكملنا هذا المبرر معناك نطلب منك السماح لك نشي الشيء الفيديو وكنقول لك سمحي لي بزاف قسما بالله. ايوا السلام عليكم خوتي خواتي، هذا فيديو جديد. اليوم عندنا الجزء الثاني ديال الكونسيبت ديال القصص. المهم معنا الضيف عبدو باش نشرح لكم الكونسيبت الثاني، حيت ديجا شرحته نعاود نشرحكم باش تفهموا. هو العكس ديال الكونسيبت الاول، يعني الكونسيبت الاول كان هو اننا حنا دريات تفلاو علينا، يعني العكس ديالو هو غنبينو لكم حنا تفلينا على شي بنات. والمغزى منه هو ان في الاخر نطلبوا السماحه، اللي وليت الشخص اللي تفلى عندك البنت يطلب منها السماحه. هادشي اللي بغينا حنا، يطلب منها السماحه. قالوا لي بزاف البنات حسن زعما انت بين جبت الاول، يعني نتوما البنات تفلاو عليكم، يعني ما يمكنش حسن ما يكونش ما دوز ماشي نتوما تفليش على البنات. من هنا طاش عليا الفكره، قلت علاش ما نديرها الجزء الثاني، يعني كتبان لي جزء ثاني جزء اخر، كتبان لي واحد السير اخر، وانا نقول علاش ما نقدرش نديرو. المهم غير قول الناس علاش ما يحتاجش فلاشين الثاني، صافي ما بقيتش غنلوح فلاشين الثاني وقع نبدل نقلب على شي سير اخر. هاد السير نلوح فلاشين كبيره باش ان شاء الله نوصلو لجوج المليون دغيا. المهم غادي نبداو مع عبدو اليوم، غادي يعاود لينا على شي بنت، حيت هو كان ضيف ديال الحلقه الاولى في الجزء الاول، يكون حتى ضيف الحلقه ديال الاولى في الجزء الثاني. المهم انا نعاود لكم كيفاش في الاول تعرفنا هاد البنت هادي. المهم هما كعارف الشروط ما عارفينهم بدون ذكر الاسماء البنت. صافي ما عنديش مشكل. المهم كيفاش تعرفت على هاد البنت؟ هي واحد النهار حتى كان عليا كمل 10000 ابون، وكانوا معنا شي بنات تما. تعرفت انا وياها في الحفل ديال حسن، فاش كان حسن حسب ب 10000 ابوني. المهم الدريه كيفاش غنتعرف انا وياها؟ واحد النهار كانت واحد الدريه بنت خالتي، كانت هي معاها. المهم بنت خالتي مع قالت لي خالتي توصلت جبتها للدار على قبل الدراري تعرضوا لها شي حاجه. المهم وصلناها، وصلت بنت خالتي والدريه خالتي مع قريبه ليهم في الحومه، كنا عندو ومنتما نجيو ونتمو جايين راجعين. المهم كاين واحد شي دراري تما كانوا شي ربعه، كانوا ناشطين تما، كانوا حاطين شي قرايعات وناشطين. تقول انا ناشطين انت شنو راه تكمل قرايعات قرايعات ضروري شيري ناشطين. المهم كانوا ناشطين تمنا جايين، المهم بداو يلوحوا في شي هضره خايبه وبداو كعيرة. والمشكلة هذوك الدراري حنا كنعرفوهم هما كيعرفونا، معايا الظلمة ما عرفوناش. المهم حسن داك جاو معاهم، انا بديت كنت جاو معاهم بحال ما كنت من جايين. صعب بدينا كنتعرف مع بعضياتنا، بديت من جايين بدون شعور، نصلت التيشورت ديالي بحال ما هكا صافي، و تمي جاي قاصدهم صافي، فهمت يعني معنا الدريات خاصهم يحترموهم صافي. من قربنا بحال ما هكا الدراري كيعرفونا. المهم قلتلهم معاك الساعة شو والله انا مش عارف كنت عاصف ديك الشيء تفكرت في اللحظة. يلاه سير. المهم فهمت دابا عرفتي اللي شغل في خويا حيت التيشيرت خويا صافي خلي شافي صافي جينا. المهم فاش كنا عند طايف انا هو الدري صافي، لقينا ريوسنا كنعرفوا بعضياتنا وديك لي سمحوا لينا وهادو، هما اصلا كانوا ناشطين ديك النهار سكراني. اخ ما خليتش غير ناشطين ناشطين ودرت المرادف ديالها سير. وقلنا كانوا ناشطين اخو صافي، طلبوا منا السماحه صافي، دينا ديك البنت وصلناهم حتى هي وصلنا واحد البنت تاعي. المهم كانت بنت الحومه ديالنا، دازت شي سيمانة تقريبا بحال ما هكا. المهم هاديك الدري بديت كدوي معايا في هاديك الساعة، كنت كندوي في فيسبوك، بقات داوية معايا في فيسبوك، بقينا داويين مع بعضياتنا. دازت شي سيمانة، هادشي في 2016. المهم ديك الدري بقيت داوي انا وياها، قالت لي كنبغيك، وانا هادي الشيء هاد الكلمة ديال كنبغيك ما كتدخلش ليا راسي الا ما كنتش شي وحدة انا وياها، عارفها وعارفني مزيان، عارفين بعضياتنا. يعني بغيت توصلني زعما ما يمكنش وحدة تقول لي كنبغيك وانا ما كنعرفها ما كتعرفني ما كنعمر معايا. خويا كمل. هاد الفكرة هي اللي كانت عندي ديجا في 2015. المهم قالت لي كنبغيك هادي، المهم بقيت داوي انا وياها، بديت كنضحك قلت لها واش منيتي كتبغيني وهادي، وانا كاع ما كنعرف بعضياتنا. المهم بقينا داوي مع بعضياتنا. المهم حتى لحد النهار يجي ندير غولاسيون ديك الشيء، انا كانت عندي الفكرة ديال اللعب فهمتي، بخصوصا هي كتقول لي كنبغيك، انا كنحسب بها على الاول فهمتي، كتقول لي كنبغيك ومن وراها كتكذب عليا. زيد كمل حنا كنسمع صافي. ما مدخلش ليا لراسي باللي ندير معاها شي غولاسيون شي حاجه. المهم حد النهار وي صاحبي مع حد اللي كنعرفو انا صاحبي معاه، وخونا نيش هذاك اللي صاحبي معاه جا قالها لي، قال لي ختنا قال لي راه كانت تصاحبش معايا وتفارقت معايا على قبلك، حتى تصاحبش معايا وتفارقت. قال لي يا خو على قبلك وهي كمل هي راه ملي كتشوفك راه كتبغيك وهادي وهادي. قلت لي صافي،
ومشي غير هو واحد ولا جوج يعني كاع الدراري اللي كانوا مع شيرين كيعرفوا داكشي قال لي كتبغي صافي حد النهار قررت بلي نكون انا يعني تاكدت انها كتبغي زين قلت هذيك الدريه قلت بربما انا وين نقدر نتفاهموا شي نهار المهم درنا هذيك الغولاسيون اللي مده شهر بحال ما هكا واخا ما كندويوش بزاف وحاج ما واخا قالوا لي الدري ما متاكدش بلي هذيك الدريه كتبغيني فهمتي بحال واخا يعني كتبغيهاش باش نقدرش انا نبغي باش عرفتي هي كتبغيني فهمتي انا خايف على راسي الا تعلقت بها ولا شي حاجه راه ولكن تاكدتي يعني من الدراري قلتي دابا تاكدت انهم الدراري قالوا لي كتبغيني يعني قلتي تاكدت هما الدراري قالوا لي حتى انا غنقول لك سير قول الدراري يلا مهم يعني اش كمل المهم كون هما الناس اللي غيحكموا اللي كيتفرجوا فيك المهم قلت لك قررنا ندير غولاسيون من ديك الشهر المهم وبعد مرات ما كندويوش بزاف المهم لمده الشهر واحد النهار تلاقينا في واحد الجرده المهم تلاقينا في ديك الجرده بقينا جالسين ضاحكين كانوا معنا شي بنات حتى هما بقينا ضاحكين ديك الليله ومهم دازت واحد شي سيمانه تفارقت انا وياها علاش ممكن السبب كان السبب هو ما كانت شي هضره نهار تلاقينا في ديك الليله مشات هي عند الدريات قالت لهم عليا انا شي حاجه خايبه بحال زعما ها وصل لي نهار بغينا زعما ديك الحاجه بغينا نفهموا سبتني انا يا وحتى عقرتني علاش علاش بلاش هي تسبك وياك تبغيك لا بغيت نعرف علاش غير دابا انا ملي كنت انا وياها جات عندي بنت صاحبتها اخت بقول هي وياها بحال خوت ديك لي داك النهار فاش كنت انا وياها في الجرده عاودت لي كاع الهضره اللي كانت دايره بيني وبين ديك البنت يعني ديك صاحبتي كتعاود لها هي زيد وقلت لها قالت لها اي حاجه كنت كنقول لها هذيك كانت كتمشي كتقولها لصاحبتها حيت البنات فيهم يعني كيعاودوا صحابها كتعاود لها اي حاجه شني اي حاجه من الكبيره الصغيره كتقولها انت متاكد انا اللي قالتها كاينه حسنا صاحبي واش انا قلت لا زعما سولتك انا قلت لك شي حاجه ومشيتي قلتها لحسين بحال يعني هكا زيد بحال هكا واش دابا عرفني انا اللي قايل بحال هكا شي وانا قلتها لحسين هكا صافي قلبت عليها بصفه عامه يعني على ديك الهضره باش توصل زيد واحد النهار عاوتاني كانت في هذا مع حد ديري صاحبي هادي المهم عاود رجعت انا وياها عاوتاني من الله بقيت غادي واحد ديري صاحبي بحال هكا عادي ما دويش معاه ما والو حيت قالت لي كنبغي ما عرفتيش تدخل مع الدري صاحبي حيت دابا الكونسيبت ديال هادشي هو انك انت تفليتي عليها وانا عندي لك حتى الاخر نقول لك حيت انا هادشي كامل اللي دار شوف حيت دابا هادشي اللي كنسمع فيك باقي انت هي كتفلى عليك وهي كتفلى عليا هكا ولكن انا انت غتبقى ترد لها الصرف حتى الاخر كمل حنا نسمعوا زيد زيد باش ما نحرقش الشروط ديال هاد الكونسيبت لا راه كمل زيد كمل زيد المهم دخلت مع هذاك المهم هذاك الدري صاحبي دخلت مع المهم هذاك الشيء بيناتهم هما صرا في الدار من وراء عاوتاني تلاقيت انا وياها وهي اللي كنبغيك وانا الدري عشير وصل لي الهضره انا وتيقتي هي اصلا قالت لي تلاقيت مع هذيك النهار قالت لي راه كاين كاين ودويت معها في الموضوع وقالت لي اه ايوا صافي حيت ما يمكن زعما جدري يقول لك انا درت مع بلان وتيقوا حشومه يعني الا قالت لك يا باب فما اتيق قلت لها علاش حيت انا بعدا بالنسبه لي انا ما كنتشيق شي واحد جا قال لي اش هضرت كنت متاكد قلت لي علاش قلت له علاش قلت لي باش عرفني كان قال حق بروش هو حق لا 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 والله شي بروش باش تعرف وكيفاش عرفتك انت زعما كنبغيك زعما هي مشات مع صاحبي شويه باش بيه لك ولا كتبغي تسمع باش وخاصه بالله لك والله ما نكذب عليك دابا بحال هي بغاتني انا نغير عليها مشات مع واحد مشات مع واحد الدار شوف كي هنا عرفت بروشه ليت انا انا وليت عرفت بروشه قسما بالله زيد كمل في ضربت بحال صافي قسم تما ضربت لا حشوم ضربش البنات البنات ما خاصهمش يضربوا ولكن كتقول لي كنبغيك وغدا مع صاحبي هو كمل المهم انا زعما من ناحيه الفتات 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 يجيبوا لي الحيطه الفتات يجيبوا لي الحيطه بقينا انا ويا بعد ما عطاش التصرفيقه وجا داخت تخيل تهضره كونيكسيون طاحت ورطال عليا ملي صافقتها بيتي هذاك غير علينا لا قلت لها لا قلت لها علاش كتكذبي عليا قلت لها علاش كتقول لي هذيك الكلمه كنبغيك وانت غادي مع الدري صاحبك اش قالت لك؟ قلت لها بنتي كنبغيك ويلي ويلي شحال كان في عمري انا هذيك الساعه 17 عام هي كانت طالعه في 16 زيد كما صغر زيد
المهم فطريتك طربي قلت لك دخلت اخويا تمني جيين بقينا انا وياه مورا واحد سيمانه بحال ما هكاك سيمانه رجعش وعاوتاني لا بقينا مشراجعنا بقينا سيمانه يعني تقريبا بحال ما هكاك بحال النهار يجي بحد البنت هذيك البنت اش غنقول لك المهم هي ما كتجيش من العائله غير كتعرفها يعني يلا بحال يلا تعاشريت معها المهم ديك البنت عجبتني انا المهم هذيك البنت حتى هي ديجا دويت معها انا كنا وقال ديجا داوين انا وهذيك البنت المهم فاش جات معها عجبتني ديك البنت ومن عجبتني ديك البنت المهم بقينا داوين مع بعضياتنا الاخرى ما بقى يعني بقيتش مسوق لها انا يعني خرجت من خاطري من نهار دخلت مع شي دار مش طاحت من عين صافي بقينا داوي انا والاخرى واحد النهار يجي عندي هاد خدمه هادي اللي كنت اللي وقع كان وقع لي مع جات عندي وقالت لي قلت لي غنمشيو انا وياك وحسان انايا فين قلت لي نعرض عليكم زيد كنت ما عقلتش على هذه المهم قلت لي نعرض عليكم البيسين وهادي 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 قلت لها اختي المهم تشديت انا لواحد البلاصه بحال هكاك المهم انا كنت تشاني ديتي لواحد البلاصه المهم مشيتش بلاصه اسمع انا حيت محد الدراري ومحد الدريات دورت واحد حال شويه عقلي مع بعضياتنا بقينا داوي مع بعضياتنا ودرت انا بالصالح حتى انا مش كيكون خاوي تنزنق قدام باب لا لا عادي زيد كمل حنا اللي بغينا زيد شديت التليفون ديالي المهم تمشي غادي انا في الطريق وندير ريكور بلا شي باقي لحد الان تكون شي 13 دقيقه فيديو باقي يا خاينك درت الريكورد بحال ما هكاك فهمتي باش عمق نقمع فيها انا سجلتيها سجلتها لي عمري زيد كمل ضريعتي جنبك امام الجامع لا زعما هادو عمري زعما تخيلت راسي نمشي نسجل شي دريه ولا زيد كمل حتى لا 16 عام دابا راه 21 يعني خصكم تتفقوا يعني ايوا المهم صافي علاش حيت هي اصلا خرج من خاطري فهمتي ما هي كتقول كنبغيك هذا مع الدري صاحبك علاش انت سجلتيها سجلتها باش لك اوديو حيت انا ديجا لحقت لها الاوديو علاش سجلتيها انا بغيت باش لك اوديو على الحولة لا الحشولة هي حيت بعد ما تقدري تسجل لك اوديو تشوهها كمل زيد كيفاش نسجلها لا قلت لي بغيتك تمشي معايا انت وحاسم قلت لها لا قلت لها علاش وبدات كضحك معاها قلت لها شوفي قلت لها ما بقاش عندي مع داكشي ديال الدراري الصغار قلت لها انت اول حاجه هذه وبقيت صافي فهمتي يعني شرحت لها داك الاستوار اللي وقعت كامله او ماي جاد شرحت لها قلت لها ومن اليوم خشي بقا تعرفينا ما نعرفك صافي وديش معاها قاصح قلت لها علاش كدير فيا هادشي وانا كنبغيك وهادي قلت لها ماشي كندير فيك هادشي قلت لها انت هادشي درتي براسك قلت لها نهار الاول جيتي كتقول لي كنبغيك قلت لها كون كنتي كتبغينا ما عرفتيش مع الدري صاحبي للدار هو داك الدري صاحبي هو اصلا جا قال لي يا صاحبتي قال لي راه دخلت انا للدار وهادي 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 قال لي مره تولي دات حتى ومره ندا انا هاد الكلمه هادي اللي بقات في انا وحق الله ونهار كانت معايا ولا ضربت بالتصرفه شو مزيد المهم ملي بانت لي ديك الدريه جات معاها وعجبتني الصراحه هذيك البنت علاش ديك البنت بانت لي كبر منها وعقليه عليها يعني الدريه ملي كنت كنكون معاها يعني كانت كتجيني بعلوكه يعني اي واحد يستغل اي واحد يضحك عليها وانا ما بغيتش نضحك عليها انا صراحه كنت قاصح معها المهم عاوتاني بقيت انا واحد السيمانه بحال هكاك رجعتي جويا رجعتي جويا واخا انا عارف زعما راه مشات مع ديك الدري صاحبك وكذا يعني واخا وقع هذاك الشيء المهم رجعتي علاش رجعتي معاه يعني كاين شي سبب يمكن زعما تشات عارفه مع صاحبك ورجعتي معاه كانت كتبقى فيها يعني رجعتي معاه حيت كتبقى فيها كانت كتبقى تبكي وداك الشيء كانت كتبقى فيها زيد كنا عاوتاني واحد النهار كنا واحد النهار المهم على غفله تجمعنا في واحد الدار كنا ضاحكين بحال ما هكاك المهم هذاك النهار فاش كنا داخلين هذيك الدار عاوتاني واحد الحوار دخل بيني وبينها مشات قالت شو لصاحبتها صاحبتها جات عاودات وليا نعاودات وليا وشي حوايج قالتهم فيا واوديو جابتهم لي اوديو سجلاتك حتى هي لا هي صاحبتها سجلتها هي بون سجلتها يعني وجابت لي الهضره ديالها كامله يعني دايره تسجيل بيناتكم فهمتي حقدتني عليها زيد صافي حقدتي عليها بالمزيان حقدتش عليها ما نكذبش عليها كرهتيها واش كتقول لهم خانز هادي وهادي وحتى الله يتحقدت عليه قسما بالله زيد قلت انا غنشوف هاد الخانز شنو عايدير المهم واحد النهار يعني هنا غتحول واقيلا هنا غتولي دابا هنا غتقلب القصه يعني حتى غتولي زيد كمل ما كنتش انا باغي نضحك عليها ولا شي حاجه صافي ملي ولات كتقول فيا خانز تقول فيا هادي وكتعايرني وتسبت لي والديا وكتقول شي حوايج ما فهمتش يعني انا ما نقدرش انا نقولهم فيها صافي طلعت عصبت المهم قلت عن قضيه ومعاه قلت بعدا والله شنو ندير شي حاجه قيد بس زعما ترد الشقر ديالك باش نوري هذاك الخانز هذاك اللي كتقولي عليه خانز شنو عيطيه
صافي بقيت داوي انا وياها حتى جبت واحد النهار للدار. المهم صرا لي صرا بحال ما هكا صافي. المهم خرجت دازت شي وقيله شي سيمانه صافي بلوكيت. يعني بون يعني بحال تمشي مع الدار باش ترجع التار ديالك و المهم فاش خرجت هذيك شي من داز السيمانه قلت لها سير قلت لها سير عاد صاحبتك وقولي لها هذاك داك الخانز اشنو درت معاه وشنو درت معاه. قلت لها راه ما يعطيكش خاطر دير معاه شي واحد خانز بحال هكا وبلوكيت. قلت لها سمح لي خصو بلوكيت خايبه صاحبي بحال دابا بحال دابا زعما سميت زعما انت في اللي درت في اللي شي علاه وكذا وكذا حسيتي كتفي داك انت قمت قالت في داك الكلام. وانا ما نكذبش عليك من بعد هذيك من بعد موقع هذاك الشيء المهم دازت شي شهور بحال هكا واحد النهار قسما بالله تحلمت بها هذيك الاستوار كامل اللي درت معها عرفت الغلط ديالي. وديك البنت جيت عيس من نقلب عليها الخوت الله يسعد ما علاش تقلب عليها قلبت عليها باش نعتذر منها وي هي ساكنة واخا هي لا تحولت تحولات سولت على صحباتي قال لي راه تحولت زيد بقيت كنقلب عليها علاش كنت تقلب عليها بغيت نطلب منها السماحه واخا هي شي دارت فيه بزاف ديال الحوايج وقالت فيه اللي ما تقاش انا ما بغيتش هذاك الشيء اللي صرا بيني وبينها صرا لختي ولا صرا لبنتي ولا فهمتي بقيت كندور نقلب عليها باش نطلب منها السماحه ومن هذا المنبر انا كنطلب منك السماحه الا كنت شي شي الفيديو وكنقول لك سمحي لي بزاف قسما بالله وجيت طلب مني السماحه وجه لها رساله ريحه اخي عبد الريح هذا الشيء كامل كيطرى الفرده والله سي انا والله يا خوتي كنت انا كنت باغي بغيت نمشي معاها زوين المهم دابا انت دير راسك بحال هي تشوفك تقدر تشوف الفيديو علاش لا طلب مني السماحه يلاه كاميرا قدامك انا ما كان ما كرهتش تسمح لي دابا وندمت بزاف و حتى انا ما عطيتكش فرصه فين تبين لي فاش شويه لك عرفت شنو ما عرفتش ما شاء الله حسنا من فوتشر حنا الكونسيبت هو اللي بغينا يعني تبين انك انت شفتي شي حاجه وفي الاخر تطلب السماحه يعني عادي مو سامح كريم الله وكيسامح قال بنادم كنت منك تسمح لي بزاف والله وقلبت عليك شحال من مره وبغيت نطلب منك السماحه وكنت باغي نعطيك فرصه اخرى نكون مع بعضياتنا ونعاودوا اللي فات و ما عرفتش شنو نقول والله ماما باش تشيق قول لها راك شنو سولت لك صحاباتك فاش تحولتي باش تشيق تاعي راه تكون ديجا وقعت دوات معاهم وغايقولوا لها الهضره والمهم راه ديجا سولت عليك صحاباتك وغايقولوا لك شحال من حاجه عليا وكنطلب منك السماحه بزاف 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 ما هذه علاش شو يا خويا عبد مام اختي ما انا عرفت سميتها وقع لها باش مو سامح كريم اختي حنا الكونسيبت من هاد اختي انا تلفتيني صح الكونسيبت من هاد صافي عبد الوس يا مام خوتي الكونسيبت من هاد من هاد القصص هذا هو اننا الثاني هو انني بينو الضيف اللي هو تفلا لا شي بنت وفي الاخير يطلب من السماحه وهادشي اللي كنأكد عليه اللي كيجيو عندي كنقول ليه في الاخر غطلب السماحه طلب السماحه طلب السماحه. المهم كان معنا قصه ديال عبدو اختي اللي كتشوف في هذا الفيديو تقدري تقولي لي انا في كومونتير ولا شي حاجه على الاقل باش ندوز نعطيك الكونت ديالو ولا انت تقدري تدوزي عنده ولا انا نقدر نتواصل بيناتكم. وبغيت كاملين الناس اللي كتفرجوا تهودوا لي كومونتير تقولي الاراء ديالكم كاملين اش قولي واش هو اللي غلط واش هو غلطه ولا بجوج ولا شي حاجه يديرها بغيتكم كاملين تهودوا تكتبوا الاراء ديالكم. كان معكم حسن غزال من السوشيال لايك سبسكرايب تهلاو.